ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وافضل حال. ورجعت لكم فيديو جديد النهارده، وفيديو النهارده بقى هيكون مختلف. هنعمل مع بعض الفقاسه اليدوي بابسط الامكانيات، وهقول لكم على كل التفاصيل اللي تخص الفقاسه، وكمان هقول لكم على الحاجات اللي احنا لازم ضروري ان احنا نعملها علشان الفكره تنجح معانا، والفقاسه البيض اللي هنحطه فيها سواء اي نوع بيض. بس طبعا انا بستبعد بيض البط، لان بصراحه نادر جدا لما بيطلع عند حد. المستحب في الفقاسه ديت ان احنا نحط فيها بيض فراخ او بيض رومي، غير كده ما انصحش اي حد بصراحه، لانه هيخسر البيض. وكمان هقول لكم على الحاجات المهمه اللي تخلي نسبه الفقس مضمونه 100%، وهقول لكم على الحاجات اللي احنا محتاجينها بالظبط علشان نقدر ان احنا نعملها بشكل صحيح وبأدق التفاصيل. نكمل بقى مع بعض الفيديو للاخر، وما تنسوش اللايك، عايز لايكات كتير جدا على الفيديو ده عشان الفيديو يترفع ويوصل لاكبر عدد من الناس، واكبر عدد من الناس يشوف. يا ريت بقى لو لسه بتشوفوني لاول مره تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل كل جديد من عندي، وعشان القناه تكبر بيكم. اول حاجه هنحتاجها خالص هي كرتونه. طبعا الكرتونه اهي زي دي كده، دي بتاعت اريال تقريبا، تمام. الكرتونه دي تقريبا 20 في 40، يعني ما هياش كبيره وما هياش صغيره، حجمها مناسب جدا اهي، لان طبعا كميه البيض اللي انا هحطها برده مش كبيره. وهنحتاج لي مقص طبعا، وهنحتاج لمبه بسلك طبعا، ديت لمبه حمراء ما هياش بيضه بس هي لونها ابيض كده، طبعا ما ولعها معاك كل وقت هنشوف. وهنحتاج البيض بتاعنا، وكمان هنحتاج لقلم كده، يكون مثلا قلم فلوماستر وليكن قلم تلوين من اللي هو ده، وهقول لكم ليه طبعا دلوقتي. وعندي كمان طبق، وفي الليفه دي، وطبعا هقول لكم الليفه الوقت ديت انا هعمل بيها ايه، وهنعمل ايه برضو بالطبق. بس هو ده اللي احنا محتاجينه. وهنحتاج كمان اي فرشه نفرشها في الارضيه، تمام. فيلا بقى كده نجهز الدنيا مع بعض ونشوف احنا هنعمل ايه. كده اول حاجة معانا اهي انا فرشتها، هي الفرشة بتاعتنا، علشان دي طبعا سجادة قديمة كانت عندنا، انا طبقتها كده وفرشتها علشان تكون حاجة طرية تحت البيض، او حاجة نقدر ان احنا نحط البيض عليها علشان ما يتكسرش. وعندنا بقى تاني حاجة خالص هنعملها دلوقتي، هي ان احنا هنعمل علامة في البيض بتاع الفراخ ده. طبعا بيض فراخ دول السبعه دولت انا مجمعهم لسه النهارده، فطبعا انا هكملهم لعشرين بيضه، يعني هجمع بتوع بكره وبتوع بعد بكره، ايا كانوا بقى اقل من العشرين او فوق العشرين، المهم ان انا هجمع بيض 3 ايام ورا بعض. وكل يعني مثلا النهارده وقت انا بعلم بالقلم اسود، بكره هعلم بقلم مختلف، وبعده هعلم بقلم مختلف، وهقول لكم برده ليه. طبعا انا عملت علامه الاكس كده على جزء من البيضه، قولوا لي عملته ليه. طبعا هقول لكم دلوقتي هكمل بقى بقيه البيض علشان ايه نشوفه بقى كده مع بعض، ونشوف احنا هنكمله ازاي، وايه هي الحاجات اللي احنا لازم ان احنا نعملها علشان. طبعا مش لازم العلامه تكون كبيره، المهم نكون عارفين المكان اللي احنا معلمين منه، تمام، علشان الفكره ان انا اعمل العلامه ديت ان احنا بنشوف مع بعض المكان، عشان طبعا البيض ده هيتقلب، فلازم ان احنا نكون عارفين الاماكن اللي احنا نقلب عليها، عشان كل شويه هنقلبه على جنب مختلف، فنبقى عارفين احنا قلبنا على انهي جنب عشان نرجع نعمل عكسه، تمام. كده انا علمت البيض دولت 7 بيضات زي ما انا قلت لكم، دول كده انا مجمعهم النهارده لسه من عند الفراخ، يعني البيض ده كله لسه بيض طازه، تمام. طبعا ما ينفعش ان احنا نجيب بيض من التلاجه ونرصه. طبعا العلامة قدامكم اهي، انا هرص البيض بالشكل اللي هتشوفوه ده. العلامة اللي انا عاملها هتكون فوق، هتقولوا لي ليه، هقول لكم علشان لما نيجي ان احنا نقلب البيض نبقى عارفين. يعني مثلا النهاردة احنا عاملينه على العلامة ديت، لما نيجي نقلبه بنقلبه تاني على العلامة اللي يعني بنحط العلامة تحت، وبعد كده نقلبه تاني على فوق. فالمهم ان احنا هنقلب ازاي، البيض ده بيتقلب من مرتين لثلاث مرات في اليوم، دي كده مبدئيا. بس بقى خلي بالكم من النقطة دي، البيض ما بيتقلبش أول 3 أيام نهائي نهائي نهائي. أول 3 أيام البيض بيتساوي على وضعه كده
ما بتقلبش، عشان دي طبعا غلطة ناس كتير بتقع فيها، ان هي بتقلب البيض في اول 3 ايام، وده اكبر غلط. اول 3 ايام واخر 3 ايام البيض بيفضل كده ما بيتقلبش. تمام، دي كده معانا اول حاجة عملناها. تاني حاجة عملناها قصدي بعد الفرشة وبعد البيض، طبعا احنا هنحتاج لترمومتر رقمي، بس هو مش موجود دلوقتي، بس عشان نكون عارفين درجة الحرارة. درجة الحرارة لازم تكون 37 او 37.5، ما ينفعش تجيب 38 وما ينفعش تجيب 36، لان لو جابت الحاجتين دولت 36 و 38 يبقى كده البيض مش هيطلع. لازم درجة الحرارة تكون 37، قدرتوا تظبطوها على 37 يبقى كتر الف خيركم. طبعا انا مش معايا ترمومتر دلوقتي وهجيبه الصبح، بس انا هكمل معاكم الفكرة وعدوا من النهاردة ال21 يوم، وهنشوف مع بعض البيض ده ان شاء الله هو بيفقس. طبعا البيض انا هزوده زي ما انا قلت لكم، واعلم البيض اللي انا هجيبه تاني بقلم لون تاني، علشان هيكون في فرق في التقليب بين الاتنين في من خلال اول 3 ايام واخر 3 ايام، عشان اكون عارف البيض القديم من البيض الجديد. دي كده تاني حاجة معايا. تالت حاجة الطبق ده، وطبعا الطبق ده هنحطه هنا وهقول لكم ليه. الطبق ده هيتملى مية لحد هنا كده. ليه بقى هيتملى مية؟ علشان طبعا الرطوبة بتاعة البيض، عشان نحفظ الرطوبة. وكمان لو هتفتكروا في أول فيديو أنا جبت سفنجة اللي هي كانت بتاعة المواعين والألمانيا والحاجات دي، وفضيتها وخدت السفنجية اللي جواها. السفنجية دي هتفضل في المية. المية دي ايه لازمتها وليه لازمة السفنجة ديت؟ المية دي لازمتها ولازمة السفنجة ديت ان السفنجة ديت بتحافظ على المية، بمعنى لما المية بتبدأ ان هي تنقص بسبب درجة الحرارة، بنبدأ اللي احنا نلاقي ان السفنجة دي بتفضل محتفظة بشوية مية. بس لازم المية دي كل ما تنقص نزودها، كل ما تنقص تزودها، اوعوا تسيبوها تنشف، لان الرطوبة دي اهم حاجة هي ودرجة الحرارة علشان البيض ده يطلع معانا. فكده عندنا الطبق ده هنملاه مية دلوقتي مع بعض، والسفنجة علشان نقدر نحافظ على الرطوبة بتاعة المية. تاني حاجة بقى عندي اللي هو المقص اللي انا اتكلمتكم عليه في اول الفيديو. تعالوا بقى نشوف انا عملت ايه بالمقص ده. تمام، نفتح بقى دي كده المقص دوت. زي ما حضراتكم شايفين كده كرتونة انا خرمتها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، عشان طبعا التهوي، طبعا الاخرام تكون في الجناب كلها، في ال4 جناب بتوعها لازم الاخرام دي. وعملت هنا دايرة كبيرة وهقول لكم ليه دلوقتي. الاخرام دي ضروري علشان طبعا نحافظ على التهوية بتاعة المكان، والمكان ما يبقاش مكتوم قوي على البيض، في البيض يبوظ مننا. طبعا الطبق اهو بتاعنا هنحطه بالطريقة دي، بس خلي بالكم لا الطبق يقع مننا. نحاول نبقى نحط زلطتين ولا حاجة في الطبق كبار، علشان طبعا الطبق يبقى تقيل ما يقعش مننا. تمام، ويستحسن ويفضل نجيب طبق من بتاع البيض وناخد منه حتة، عشان يبقى البيض واقف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونقلب من تحت لفوق. تمام، بس هو كده برضو في كلتا الحالتين هو طريقة التقليب اهم حاجة ان احنا نكون مهتمين بيها. يبقى تمام كده، احنا فرشنا الفرشة وحطينا البيض وعلمناه، وحطينا البتاع اللي هنحط فيه المية، اي طبق عندكم يكون غويط، والسفنجة، وخرمنا الكرتونة، وعملنا الفتحة اللي هي دي، الفتحة اللي هي دي طبعا علشان ندخل فيها اللمبة. هندخلها بالطريقة اللي هتشوفوها معايا ديت، علشان كل تفصيلة صغيرة في الفيديو دوت مهمة جدا لنجاح الفكرة، ولان احنا نضمن اكبر نسبة فأس. تمام، انا كده اهو حطيتها بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها معايا دي. طبعا اللمبة لازم تكون فوق فوق المية. طبعا هوسع بس الدايرة دي وارجع لكم. وبالطريقة اللي انتوا شايفينها معايا ديت، انا كده حطيت اللمبة اهو. اللمبة دي مبدئيا كده 40 واط. هتقولوا لي انا هحطها 40 واط النهاردة، انا هحطها 40 واط، المفروض لمبة 100 واط، بس هي دي اللي عندي حاليا لحد اما اجيب الصبح واركبها مكان ديت، واجيب برضو الترمومتر الصبح عشان اظبط درجة الحرارة على 37. هتقولوا لي هنظبط درجة الحرارة ازاي؟ هقول لكم لو درجة الحرارة عالية بنزود الفتحات اللي في الجنب دي. تمام، لو درجة الحرارة واطية بنبدأ ان احنا نسد كام فتحة منهم بأي بلاستر عندنا او اي لزقة عندنا، علشان لازم نظبط درجة الحرارة على 37.
ده مهم جدا وضروري جدا علشان البيض ده يطلع معانا. زي ما قلت لحضراتكم عدوا معايا 21 يوم وهوريكم، هرجع اصور لكم تاني عن الفقاسه دي وهي بتطلع. بعد كده انا ببدا ان انا اقفل الفقاسه بالطريقه ديت، تمام؟ طيب وعندي ايه تاني هنا؟ عندي هنا باب انا عامله بالطريقه ديت، انا قصص حته اهو، تمام، قصص حته اهو زي ما قلت لحضراتكم بالطريقه ديت، تمام، عشان اقدر ان انا اقلب البيض عشان مفتحش فتحه كبيره مثلا او افتح الكرتونه من فوق كده فدرجة الحرارة تختل مني او يجرى لها حاجة، فلازم ان احنا نخلي بالنا من التفاصيل المهمة دي علشان نبدأ ان احنا ما نغلطش في اي غلطة البيض يبوظ مننا. وطريقة التقليب بقى احنا بنقلب ازاي؟ طبعا زي ما انا قلت لكم احنا العلامة ديت اللي انا عاملها ديت عشان اعلم البيضة، بقلب مرة كده ونيجي تاني مرة كده، تمام، ونيجي تاني مرة كده، احنا بنقلب 3 مرات في اليوم، تمام، بين كل مرة ومرة من ممكن 6 ساعات، تمام. المهم ان البيض يتقلب 3 مرات في اليوم، اول 3 ايام ما بنقلبوش واخر 3 ايام ما بنقلبوش. اول 3 ايام بنسيبه زي ما هو كده، وبعد كده بنيجي على الرابع ونقلبه، وبنفضل بقى نقلب 3 مرات في اليوم. نيجي على اخر 3 ايام بنبدأ ان احنا نجيب بخاخة كده ونحط فيها مية، ونبدأ ان احنا نرش على البيض بالمية ديت علشان نقدر اللهم صل على النبي نوصل للرطوبة بتاعت البيض، برضو يبقى رطب معانا علشان يبقى سهل جدا على الكتكوت كسره. وهي دي كده الطريقة بتاعت الفقاسة، هفتحها بقى معاكم كده ونشوفها مع بعض. وبكده طبعا الفقاسة خلصت معايا، زودت المية وفتحت اللمبة بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى ان انا اختم معاكم الفيديو على كده، يا ريت الفيديو يكون عجبكم وتكونوا عملتوا عليه لايك، ويا رب الفكرة دي تكون عجبتكم، وان شاء الله صور معاكم فيديو الفأس. وبرضو هرجع بعد يومين اوريكم اللي هو ظبط درجة الحرارة والرطوبة، هوريكم كل ده برضو في فيديو تاني، وان شاء الله اختم بقى معاكم الفيديو على كده. يا ريت تكونوا اشتركتوا في القناة وعملتوا لايك على الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد على خير.